وكانوا جابوا نفر تاني يا اخي اشيل ده كله لو حد هناك. اخلص يا واد يا دوي يا واد. يا ريس. ايه يا واد لسه قاعد يا واد في الشغلانه دي؟ ما لسه جاي يا ريس، ما مش كنت انضف في الطوب بره؟ طيب نضف الشقه ودخل كراتين السيراميك دي والرمله اللي بره دي. حاضر. خلصهم قوام قبل ما يجي المهندس عشان عايز اخلص الشغلانه دي قبل ما يجي المهندس بدل ما يعك الدنيا معانا. لا حاضر، خدامك انت والمهندس يا ريس. ايوه شد حيلك يا واد كده. حاضر. وخلي لك مروه في الشغل كده ما تبقاش كسل. حاضر. خلاص. وهتنظف الحاجات اللي جوا دي؟ ايوه كله ده عايزك تكنسه كده وتنظفه الزباله دي. حاضر. عايزك تخلي لي الشقه على سنجه عشرة. حاضر يا ريس. خلاص. حاضر. ايوه كده عامل بلوجمتك. حاضر. يلا. يا ريتك خلوك رئيس من زمان، ما الواطي لما بيمسك له منصب بيتفرع برضه. يا واد انت لسه ما خلصت يا واد. يا واد بزداك الكسل بتاعك ده فوق. ليه كده يا عم ابو نصر؟ ايه ده؟ من كسلك يا اخوي. خلي عندك دم يا عديم الدم. ايوه يا اخوي. هو ده شغل ده؟ ما شغال يا عم ابو نصر هنا. شغال؟ اه. شغال ايه وين شغلك يا؟ اه. قاعد يا من الصبح يا في الشكارة دي يا. ايه الكسل بتاعك ده والبرود ده؟ والله من الصبح ما كلت يا عم عبد الناصر وشغال لوحدي، هعمل ايه ده؟ ايوه يا اخوي، وانا فتحتك ايه يا اخوي اللي زيك؟ كل هالبلد جاي على الغلبان، كل اللي يمسك له منصب في البلد دي ما راهوش غير الغلبان يطحن فيه. امبارح الراجل بتاع الزباله بهدلوه على النت. ها؟ الراجل بهدله في الشارع يا اخي وخلاه خلى مسح بكرامته مرض عشان راجل غلبان. كل اللي يمسك واحد واطي يمسك له منصب في البلد دي ما يجيش غير على الناس الغلابه. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ تقدر انت تكح قدام المهندس الرئيس بتاعك؟ ما تقدرش تاجي علينا الغلبان شغال بالهومي اللي شريان من طلعتها لغيبته. احنا كده احنا كده ندهس الغلبان. والواطي لما بيمسك له منصب والله ما باجي على الغلبان. امبارح بهدل الراجل يا اخي بتاع الزباله ونهبد انت تضربني برجلك. عشان غلبان وما ليش حد. طب وانت عايز تساوي نفسك بالمهندس؟ مهندس يا واد. اي انت؟ وكل واحد يا اخي مهندس. طب تقدر انت قدام مديرك ولا قدام اي حد توقف؟ هتوقف زنهار، لكن تاجي علينا الراجل ابو اليومين عشان عارف ان انا الراجل ما حدش هيجيب لي حقه. يا اخوي كسر حقك يا بارد. كسر حقك يا بارد، حتى انت ليك حق تقدرك تجيه. انا ماليش حق. ايوه يا اخوي. انا ماليش حق، انا صح ماليش حق، انا ولا حاجه. ايوه يا اخوي، وايه انت كونتك انت يعني؟ ها؟ ايه كونتك انت يعني؟ اخترعت الذره قوي يا اخوي. لا ما انت عاد اخترعت بتصنع مواتير طيران، اللي رايح جاي بعصايتك اعمل دي وسوي دي. توقع الله ما شغال شيء. يا رايك؟ شغلانه انا مقاول يا واد، انت عايز تسوي راسك براسي؟ انا مقاول يا واد. انا يا اخي يا الراجل المهندس، الراجل المهندس يا اخي اللي تعلم 7-8 سنين وبقي مهندس والله بيعاملنا احسن منك. ايه رايك؟ المهندس الراجل المحترم، الراجل المتدين ده باجي يجيب لي الاكل، عارف لو المهندس انت قاعد كان جاب لي افطار، لكن انت عشان واطي
وشبعت بعد الجوع ومسكت المنصب ده بتاع رئيس العمال ده بعد الجوع بتعمل كده معاه. شوف كل ده. ما هو اي واحد واطي يا عمي، اي واحد واطي بيمسك منصب باجي على اللي عليه، عارف لو ابن اصول والله يا عامل الناس اللي تحته الغلابه بكل ادب وذوق. انا ما شغال، انا ما شغالش المكان هذا الراجل المحترم المهندس. ليش هذا المهندس يا عمي ما شغالش؟ فاهم عليك يا عمي؟ انت ارجع الشغل يا ولد، ولد يا طول. يا ولد هتعمل في الدار كده. يا ولد خلاص خلاص يا حبيبي، حرام عليك، اسمع، ما تعب عليك يا